الاحكام التي اعتبرناها انها جيده، نحن لنا الشرف ان يكون معنا النقيب بن عمر، لانه في اصل عدد من الاحكام التي المحاكم الاداريه انتصرت للحق في حكم يتعلق بوضع فخ للسياره، عندما يدير هذا الصابو، فاستاذ بن عمر رفع عده دعاوى، والمحكمه الاداريه في احد القضايا التي نعطيها كمثال قالت، وقال بان هذا نوع من الضرائب، والضرائب يامر بها القانون، لانه مجال القانون هذا يعني في عدد من الاحداث الكبرى والتطور الديمقراطي، الضريبه كانت في اصل التطور، بمعنى انه في استخلاص الاموال من المواطنين يجب ان يامر بها ممثل المواطنين، ولهذا فهي تؤمر تتم بالقانون، لان الممثلين المواطنين يفترض انهم سيراعون. فاذا جاءت بلديات وصارت من تلقاء نفسها تفرض نوع من الضرائب او الرسوم فهذا لا يدخل في حقها، ثم ان هذا عرقله لحريه التنقل، ان الانسان هذه من الحريات الاساسيه، اذا يجب ان يكون هناك قانون، تكون معايير ديال الوقوف، تكون معايير ديال الاثمان، تكون معايير، ديك الساعه يمكن المجالس اذا اعطاها القانون هذا.